انضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية، العديد من البيانات والمعطيات الاقتصادية مرتقبة خلال تعاملات هذا الأسبوع، وتراجعات طفيفة في مؤشر الدولار. ما هي التوقعات لهذا الأسبوع؟ صباح الخير. طبعا نحن ننتظر هذا الاسبوع بيانات اقتصاديه هامه بعد حاله الاستقرار التي شهدتها الاسواق العالميه مع غياب البيانات الاسبوع الماضي. الان نحن ننتظر بيانات القطاعات التصنيعي والخدمي في عده مناطق مثل منطقه اليورو وبريطانيا والولايات المتحده خلال تداولات اليوم. ايضا نترقب عددا من اجتماعات البنوك المركزيه الهامه مثل اجتماع البنك المركزي الاوروبي واجتماع بنك اليابان. فبالتالي نحن ننتظر بيانات اقتصادية قد تؤثر بشكل مباشر على أسواق العملات خلال تعاملات هذا الأسبوع. طبعا مؤشر الدولار في بداية التعاملات يستقر بالقرب من مستويات 112، ولكن لو جاءت فعلا بيانات القطاعات التصنيعي والخدمي داعمة لتحسن تلك القطاعات، فسيكون هذا مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد الأمريكي وتماسك الاقتصاد الأمريكي بالرغم من استمرار رفع الفائدة الأمريكية، والذي قد يدعم في نهاية الأمر مؤشر الدولار. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار انه حتى نهايه العام الاسواق شبه صعبت ان الفيدرالي قد تستقر معدلات الفائده عند 5%، على ان يكون هناك رفع بواقع 75 نقطه اساس في الاجتماعين المنتظرين حتى نهايه العام. اجتماع بدايه الشهر المقبل تترقب الاسواق اجتماع الفيدرالي الامريكي، واغلب التوقعات كما اشرت ان رفع الفائده سيكون ب 75 نقطه اساس، وهو ما سيدعم ارتفاع الدولار الأمريكي. وبالأخص كما أشرت أن لو جاءت البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة داعمة أو مؤشر قوي أو دليل قوي على استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي واستمرار تماسكه مقابل مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني من حالة ضعف ومخاوف ركود قوية. نعم، في ظل هذه المخاوف أماني، تحديدا فيما يتعلق باليورو وقرارات المركز الأوروبي تحديدا متعلقة ب 75 نقطة أساس أيضا، هل هنالك أي تغييرات على هذه النسبة في ظل التخوفات من الركود التضخمي؟ نترقب هذا الأسبوع يوم الخميس اجتماع البنك المركزي الأوروبي. الآن كما أشرت أن التوقعات وأن الأسواق صعبت رفع الفائدة الأوروبية ب 75 نقطة أساس، وهو ما دعم نوعا ما استقرار اليورو. الآن اليورو مستقر دون مستويات التعادل، ولكنه بالقرب من مستويات 98 سنت، نوعا ما مستقر مقابل الدولار. ورفع الفائدة الأوروبية أو الترقب لرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس هو الداعم الرئيسي لنوعا ما منع انهيارات اليورو. ولكن بالنسبة للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو وترقب الأسواق بيانات القطاعات التصنيعي والخدمي في المنطقة خلال اليوم، وبشكل عام تلك القطاعات تعاني من انكماش وتراجع نمو ملحوظ بسبب طبعا نقص امدادات الطاقه، فعلينا الوضع بعين الاعتبار انه حتى لو رفع البنك المركزي الاوروبي الفائده ب 75 نقطه اساس وما يمنع انهيار اليورو على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه البنك المركزي الاوروبي. اولا كان البنك المركزي بدا في رفع الفائده متاخرا عن بقيه طبعا البنوك المركزيه وعلى رأسهم الفيدرالي الامريكي. ايضا نقص امدادات الطاقه، التوترات الجيوسياسيه، فصل الشتاء، انكماش اغلب القطاعات بالنسبه لمنطقه اليورو تستمر في زياده الضغوطات على البنك المركزي الاوروبي، ولكنه كما اشرنا انه يبدو انه لا يوجد مفر امام المركز الاوروبي غير رفع الفائده مع استمرار ارتفاعات التضخم لاعلى مستوياتها منذ نشاه المنطقه. نعم، اماني، لابد من الحديث عن الجنيه الاسترليني ايضا الذي يواجه ذات الضغوط التي يواجهها اليورو. اذا وفي ظل الاضطرابات السياسيه في بريطانيا وتدخلات بنك انجلترا، هل فعلا سنجد الجنيه الاسترليني في ظل هذه الظروف دون نقطه التعادل مع الدولار؟ المشكلة الأساسية التي تعاني منها إنجلترا في الوقت الحالي هي التوترات السياسية، فهي أكثر من الضغوطات التي تعاني منها منطقة اليورو. نعم، حيث أن التوترات السياسية، استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، حالة التوتر تتسبب في زيادة الضغوطات على الجنيه الإسترليني، بالرغم من إن سحب ملف الضرائب كاملة، خفض الضرائب واستقالة رئيسة الوزراء هو ما دعم نوعا ما ارتفاع الجنيه الإسترليني من مستوى
المستويات التي كانت تقترب من مستويات التعادل لمستويات 1.13، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار ان استمرار تلك التوترات بالاضافه الى يعني انكماش القطاعات الرئيسيه، نحن ايضا نرتقب اليوم يعني ببيانات القطاعات الرئيسيه قطاع التصنيع والخدمي في بريطانيا، والتي ان اثبتت ان هناك استمرار في انكماش تلك القطاعات فسيزداد الضغط على تداولات الجنيه الاسترليني على المدى البعيد، خاصه ان نقص يعني برضو ايضا التوترات الجيوسياسيه ونقص امدادات الطاقه، استمرار ارتفاع معدلات التضخم وفشل بنك انجلترا في السيطره على معدلات التضخم في بريطانيا حتى وقتنا هذا بالرغم من رفع الفائده اكثر من مره خلال العام الحالي، كل هذا يضع ضغوطات قويه على الجنيه الاسترليني، واذا لم يبدا بنك انجلترا في ايجاد حلول جديده لمنع يعني انزلاق الاقتصاد البريطاني الى الركود فعليا، فقد نرى استمرار تراجع للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الفتره المقبله. نعم، محللة الاسواق الماليه في إكويتي جروب اماني رشيد، كنت معنا من القاهره، شكرا لك على هذه المعلومات ايضا.